السلام عليكم. من مكة المكرمة كنقلكم الأجواء العامة في ساحات الحرم المكي وفي بيت الله الحرام، هذا البيت اللي قال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فالكل كيتسابق على هذه الأجور العظيمة، فصلاة يوم واحد في البيت الله الحرام بسنين من الأجور ومن الحسنات، وفي شهر الله الفضيل شهر رمضان اللي كتضاعف فيه الأجور والحسنات. فأسأل الله عز وجل لنا القبول، ولكل واحد كيشاهد هذا المقطع أسأل الله لكم جميعا زيارة بيته الحرام. كما كتشوفوا في الأعداد كثيرة سواء بالليل أو بالنهار، ولكن رغم هذا الزحام كتنزل رحمات وكتنزل بركات كثيرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نصيحة لكل واحد كيسمع هذا المقطع: حاولوا تجيوا العمرة وأنتم شباب وأنتم صحتكم وعافيتكم، لأن العمرة مع هاد الأعداد الهائلة خصوصا عمرة رمضان فيها واحد المشقة اللي كبيرة، فما بالك لكبار السن. ونصيحة الناس اللي كبارين في السن أو عندهم أمراض، حاولوا دائما يكون معكم مرافق وليداتكم أو شي واحد اللي قريب لكم، لأن كما كتشوفوا هاد الزحام اللي كبير وهاد الأعداد اللي هائلة، فالإقبال كيكون كبير على الفنادق. كما كنعرفوا الفنادق اللي قريبة الأسعار ديالها غالية، فأغلب الناس كيكونوا فنادق اللي بعيدة، فمن كيكونوا راجعين الأغلبية كيتلفوا كنلقاو ناس اللي كبارين تالفين ما عارفينش يرجعوا الفنادق ديالهم. فإذا كان معاهم وليداتهم أو مرافق أو أي واحد كيعرف يستعمل جي بي إس فيسهل عليهم الأمر. فلهذا دائما فكروا تجيوا لهذا المكان الطاهر وأنتم بصحتكم وعافيتكم باش تقدروا تأديوا المناسك على أكمل وجه. في الأجواء تألق أبنا.